السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حنشرح على موضوع هبوط الضغط في الأنابيب الباردة. وهي زي ما أنتم شايفين، في عندي مثلا في مواسير المياه بكون عندي في الغالب في وصلات أو فيتينجز، يعني كواعتيات، هذه بيكون إيش فيها هبوط الضغط أعلى من الهبوط الضغط في المواسير المستقيمة. فعندنا بدنا ناخذ مثال، بقول أوجد هبوط ضغط خلال كوع 90، قطره الإسمي 100 مليمتر، مصنوع من الحديد الزهر، في نظام ماء بارد يسرب فيه الماء بمعدل 22.3 كيلوغرام لكل ثانية. بده نحسب هبوط الضغط الكلي في هذا الكوع، فاحنا بنيجي عندنا ايش؟ بدنا نشوف الطول المكافئ لهذا الكوع. احنا بنعرف انه الضغط في الكوع بكون اكبر من الضغط في ايش؟ في المواسير العادية. فعشان هيك بدنا نشوف هذا الكوع يمثل عندي كم متر كطول مكافئ، لنتخيل يعني هذا قديش بده هبوط الضغط في حال كان أنابيب مستقيمة. هذا هبوط الضغط في الكوع، هذا قديش يمثل عندي في حال كان أنبوب مستقيم. فعندنا إيش؟ عشان هيك بسموه طول المكافئ هذا. فعندنا الكوع 90، وعندي القطر قديش؟ القطر 100، فبتطلع عندي القيمة إيش؟ 3.3. فوجدنا 3.3 اللي هو متر، يعني هذا الكوع يمثل عندي كأنه لو بدي أتخيله ماسورة مستقيمة بمثل طولها 3.3 في اللي هو الطول المكافئ. الحين باستخدام خريطة هبوط الضغط عند معدل سريان 22.3 وقطر 100 ملي، بدي أشوف قديش عندي هبوط الضغط لكل متر. فبدي أرجع لإيش؟ للخريطة، وأفرجيكم كيف نوجد على الخريطة. عندي 22.3 كيلوغرام ثانية، وعندي القطر 100 ملي. نفتح الخريطة نشوف الخريطة عندي ونحاول نحل عليها. 22.3 كيلوغرام، هاي عندي الخريطة، هاي عندي هنا بالكيلوغرام اللي هو ووتر فلو ريت، معدل سريان الماء، هنا بالكيلوغرام ثانية، هنا هبوط الضغط لكل متر، وهنا ايش القطر الاقطار. هنا عندي 25 مليمتر، 32، 40، 50، 65، هذول الخطوط اللي بالشكل هذا عبارة عن الاقطار. اما هذه الخطوط ايش عبارة عن ايش؟ السرعات، سرعة الماء داخل الأنابيب، هي عندي 1.5، هي عندي 1/10، هي عندي 0.5 متر في الثانية، وهي عندي 25%. الخطوط هذه، الخطوط الأفقية هذه هي عبارة عن هبوط الضغط لكل متر. فإحنا عندي إيش؟ أنا عندي 22.3. خلينا نشوف، نرسم خط مستقيم، نحاول نعمل هاي خط مستقيم. هاي عندي هنا 10، هنا 1، هنا 1.1، هنا 1.2، 1.3، 1.4، وهنا 1.5، 1.6، 1 لحد ما نصل. هنا لا، 1 بصير عندي هنا 2، هنا 3، هنا 4، هنا 5، هنا 6، هنا 7، 8، 9، 10. هنا الشغل نظام مش متساوي الفترات، لأنه أعتقد لوغاريتم هذا. فعندي هاي 10، الحين هنا 10 وهن 100، معناته كل خط عمودي اللي هو يمثل معدل السريان هو الخط العمودي. هذا كل خط ما دام من 10 و100، فكل خط يمثل عندي 10. فهنا 10، هنا بصير 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100. عندي هنا من 1/10
إلى واحد، فكل خط يمثل إيش؟ واحد من عشرة. فأنا عندي واحد من عشرة، أنا اثنين من عشرة، ثلاثة من عشرة، أربعة من عشرة، خمسة من عشرة، ستة من عشرة، سبعة من عشرة، ثمانية من عشرة، تسعة من عشرة، عشرة من على عشرة يعني واحد. إحنا إيش بدنا؟ 22 وثلاثة من عشرة. هاي عندي عشرة، أنا بصير 20، أنا بصير 30. هنا 10 20 30، فوين حيكون 22 و10؟ بين ال 20 وال 30، حيكون تقريبا هنا 22 و3 من 10. فبرسم خط مستقيم وبدي يتقاطع القطر عندي 100، القطر عندي 100، فبدي اياه يتقاطع مع القطر 100. وين تقاطع مع القطر 100؟ اي يتقاطع في النقطة هذه مع القطر 100، هاي القطر 100 زي ما انتم شايفين تقاطع مع النقطة هذه. فبروح انا بدي اقرا قديش الضغط، فبروح بطلع برسم خط مستقيم، فقديش الضغط عندي يمثل؟ فعندي هنا ايش؟ 100، هنا 200، هنا 300، 400، 500، هنا 600. فبكون بين ال 500 وال 600، فبكون 500 50 عندي ايش؟ هبوط الضغط. طبعا هنا البرشر دروب اللي هو هبوط الضغط كبير 550، لكن ليش كبير؟ لانه في الكوع وفي الوصلات بكون اكبر من المواسير. في حال انا بدي استخدم مواسير عاديه مش لازم هبوط الضغط يتجاوز ال 500، هذا الخط المتقطع معطيني انه 500. معطيني انه 500. فعندما انا بدي اوجد هبوط الضغط في وصله مستقيمه مش لازم انا هبوط الضغط يتجاوز ال 500 ولا يتجاوز ال 2.5، سرعه الماء ما تكونش اكبر من 2.5 متر لكل ثانيه. واضح؟ اذا هنا ليش طلعت عندي هبوط الضغط اعلى من 500؟ لانه انا عندي هذه وصله كوع وبكون هبوط الضغط عالي. لكن اذا بدي استخدم مواسير مياه ممنوع عندي في أي تصميم أنه يزيد هبوط الضغط عن 500 باسكال لكل متر. فأنا طلعت قديش عندي هنا عشان أقوى؟ طلعت 500، 550. برجع لسؤالنا، نكمل السؤال. هاي عندي 550 طلعت معي من الخريطة، وبضربها الدلتا بي اللي هي 550 باسكال لكل متر، مضربها في الطول المكافئ تاع هذه القطعة أو الوصلة أو الكوع اللي هو 3.3، وبطلع عندي تقريبا 1.8 10 أس 3 باسكال. بدي أحوله لووتر، بقسمه على 1000، وبقسم اللي هي كثافة المية، وبقسمه على تسارع الجاذبية الأرضية 9.81%. فبطلع عندي المقدار عندي 18% متر ووتر، يعني بصير انه الضغط الاسمي عنده الهيد عندي 18% متر ووتر في هذا الوصلة او هذا الكون. ناتي على حساب هنا نحسب ايش؟ الوصلات، الوصلات ايش؟ المستقيمة. احنا في الاول حسبنا ايش؟ هبوط الضغط في وصلة ايش؟ وصلة كوع، ماشي؟ الحين بقول ايش المثال هذا؟ اوجد هبوط الضغط نتيجة للاحتكاك وكذلك السرعة في انبوب حديد اسود طولها 150 متر وقطرها 50 مليمتر، بده هبوط الضغط، يسري فيها ماء بارد عند درجة 7.5 ومعدل 3 كيلو جرام لكل ثانية. الحين أنا بدي أستخدم خريطة هبوط الضغط عشان أوجد عند 3 كيلو جرام لكل ثانية والقطر 50، قديش بده يكون عندي هبوط الضغط؟ إذا أعطاني القطر وأعطاني 3 كيلو جرام لكل ثانية معدل السرعان، فبدي أرجع للخريطة 3 مع 50 أشوف إيش بصير معي. أي عندي بدي أرجع للخريطة نرسم 3 مع 50، وين الثلاثة؟ هنا واحد وهنا 10،
فعندي كل خط يمثل عندي واحد، فهنا واحد، هنا اثنين، هنا ثلاثة، هاي الثلاثة أوجدناها. مع قديش القطر؟ مع القطر 50 مليمتر، بدي أمشي هاي ثلاثة لحد ما يتقاطع مع الخمسين. وين تقاطع مع الخمسين؟ هاي يتقاطع مع الخمسين في النقطة هذه، هاي الخمسين تقاطع في النقطة هذه. فبدي أقيس ثبوت الضغط، بروح إيش؟ بقيس ثبوت الضغط، فقديش حيطلع عندي هبوط الضغط هنا؟ عندي هنا 100 200 300 400، والخط هذا 500، إذا طلع تقريبا 450 أو 440 بالضبط، فبطلع 440، هو أقل من النص، لأنه النقطة هي عندي، شايفين هاي النقطة بالضبط تطلع 440، بين 500. ونذكر إنه هذا الخط ممنوع الوصلة المستقيمة تتجاوز الضغط في هذا الخط. عندنا وصلة مستقيمة بطلع عندي هبوط الضغط قديش؟ 440. نروح نطلع، نرجع لسؤالنا، نرجع لسؤالنا. فهي عندي هبوط الضغط طلع 440 اللي هو باسكال لكل متر، فبروح بضرب ال 440 في 150 لانه معطينا طولها 150 متر. هذه ايش؟ الانبوبه. 440 في 150 فبطلع عندي 6.6 في 10 اس 3، بروح بقسمها على 1000 وبقسمها كمان على ايش؟ على 9 و8 من 10 اللي هو تسارع الجاذبيه، فبتطلع عندي ايش؟ 6.6 متر ووتر. هاي اوجدنا ايش؟ عندنا قديش هبوط الضغط في هذه القطعه المستقيمه. الحين بدي اوجد السرعه، من الخريطه بوجد السرعه، نرجع نفرجيكم كيف نوجد ايش؟ السرعه. قلنا هي بدنا نرجع من اول نرسم، قلنا هي ثلاثة تقاطع مع 50 ايش؟ مع الخمسين. رحت انا وصلت هنا وطلع هبوط الضغط عندي ايش؟ 440. الحين انا هاي النقطة، النقطة هذه تقع وين السرعة؟ بين واحد وواحد ونص، هاي الخط هذا وخط واحد ونص، هاي الخط هذا واحد ونص، وهذا الخط واحد متر لكل ثانية. إذا النقطة هذه وقعت بين إيش؟ بين الواحد والواحد ونص، هاي الواحد ونص والواحد، لكن النقطة أقرب لإيش؟ للواحد ونص، فبتكون تقريبا 1.3 السرعة. لو أجينا أنا بدي أرسم خط عشان أفرجيكم يبين عندكم بشكل أوضح، هاي خط السرعة وقع عندي وين؟ ايش؟ بين ايش؟ بين الواحد وبين الواحد ونص، فبتطلع 1.3. اي هيك اوجدنا السرعة واوجدنا هبوط الضغط في هذه الوصلة. نرجع نكمل في موضوعنا، فهي اوجدنا هاي السرعة 1.3 متر لكل ثانية، هاي هبوط الضغط اوجدناه عندنا جاهز. نيجي الآن هاي الخريطة هذه اللي بشتغل عليها موجودة في الكتاب بشكل مكبر. طيب الحين إيش بدي؟ سؤال مهم وشغلة مهمة، بقول لك صمم أقطار الأنابيب اللي تحمل 1 كيلو جرام لكل ثانية، وبدي أنبوب تحمل 10، أنبوب تحمل 30 كيلو جرام لكل ثانية، ماء بارد فيها عند درجة حرارة 7.5 درجة مئوية، ثم أوجد معدلات هبوط الضغط والسرعات. كم يبلغ هبوط الضغط إذا استخدمت إيش؟ ماء ساخن عند درجة 75 درجة مئوية. الحل، الجدول هذا بدي أوجده، أنا مش معطيني إلا إيش؟ معدل السريان.
معطيني معدل السريان هنا عندي 1، ومعطيني معدل السريان 10، ومعطيني معدل السريان 30. فكيف أنا بدي أوجد من معدل السريان لحاله اللي هي القطر وهبوط الضغط والسرعة؟ نرجع لخريطتنا اللي إحنا بدنا نشتغلها، تذكروا اللي عند 1 و10 و30. فنأخذ عند 1 كيلوغرام لكل ثانية، نشوف قديش القطر وهبوط الضغط والسرعة. طيب نرجع للخريطة نعملها شير. هاي عند الخريطة، عنده بدي عند وين؟ عند 1. طيب وين الواحد؟ هاي الواحد. الحين في نقطة مهمة، أنا مش معطيني القطر، أنا بدي أوجده. ففي عندي شغلة لازم أنا هبوط الضغط ما يزيدش عن 500، فبدي أخذ أي خط بتقاطع قبل ال 500، أي قطر بتقاطع قبل ال 500 بالضبط. يعني أنا هيني هاي الواحد، فأنا بدي أمشي في الخط المستقيم هذا. ها هاي مشيت عند الواحد، مش معطيني 1 كيلوغرام، فوين تقاطع؟ تقاطع وين؟ مع أي قطر تقاطع؟ تقاطع مع 32، وتقاطع مع إيش؟ القطر اللي قبله، تقاطع مع إيش؟ مع 40. أنا باخذ القطر اللي قبل الإيش خط التقاطع عشان أوفر من مصنوعية إيش؟ الحديد، لأنه حيكون قطر الحديد اللي 40 أكبر من إيش؟ قطر الحديد اللي إيش؟ أعلى ثمن من قطر ال 32. فأنا باخذ إيش؟ قديش القطر الواحد تقاطع مع إيش؟ 32. أيوه الواحد، وين الواحد؟ أيوه الواحد تقاطع مع ال 32، فبكون القطر عندي قديش؟ عندي أخذته 32. بدي أشوف بس أنا هذا الواحد هان ولا هان. أنا عندي 1 من 10، 2 من 10، 3 من 10، 4 من 10، 5 من 10، 6 من 10، 7 من 10، 8 من 10، 9 من 10. هو فالحين أنا إيش بدي أقيس؟ إيش عندي هبوط الضغط؟ قديش بده يطلع عندي؟ فبروح وين تقاطع؟ هاي التقاطع مع ال 32. إذا أنا أخذت أول تقاطع قبل الخط ال 500 اللي هو طلع عندي 32. هاي زي ما أنتم شايفين ال 32. فبدي أقيس هبوط الضغط عندي قديش؟ فتقريبا يمكن بطلع عندي 440 حاجة زي هيك. طب بدي أقيس السرعة قديش؟ هاي السرعة تقريبا قريبة من الواحد، من نص لعند 1. فبتطلع أقل من 1، يعني 90 من 100 أو 95 من 100 السرعة. هاي السرعة وهي عندي هبوط الضغط. نرجع لسؤالنا نشوف ايش قديش طلع معنا الموضوع. فعندي طلع 32 زي ما قلنا، والسرعة 95 من 100، هبوط الضغط مطلعها 380، هي طلعت عندنا اعتقد فوق ال 400. مش قضية كتير. فالحين احنا ايش بدنا نروح لعند 10، نشوف عند المعدل السريان 10 قديش بده يكون القطر وهبوط الضغط والسرعة. نرجع نعمل شير لخريطتنا. طيب قديش قلنا عند 10؟ بدنا نشوف عند 10 الحين ايش بطلع عندي. اي عند 10 حمشي هاي 10، فبكون تقاطع مع وين؟ قبل الخط.
ايوه تقاطع، المهم ما يقلطش عند الخط، فتقاطع مع الـ80 هنا، فبروح بوجد الضغط عندي قديش بده يكون عندي، اقل من 500 الضغط، والسرعة عندي هيها ايش قديش عندي، اقل من ايش بين الـ1.5 والـ2، هيها نشوف قديش احنا معتبرها عندنا، نعمل شير نرجع للكتاب. هاي في عندي القطر 80 والهبوط الضغط تقريبا عند 500 او اقل، والسرعة زي ما شفنا اقل من 2، فطلعت عندي 1.95. نيجي على هبوط الضغط عند ايش 30، هبوط الضغط عند 30 نشوف قديش هبوط الضغط عند 30. يعني أنا اللي قبل شوية أخذته إيش 80، لو بديش أخذ القطر 80 اللي عند 10، نعاود نعيد عشان نوضحها لأنها في نقطة مهمة بدنا نشرحها. هنا أنا إيش طلع عند التقاطع وين بالضبط؟ عند إيش؟ عند 80، وهنا لو قست الضغط حيطلع عندي 500 بالضبط، لكن أنا لو بدي عشان ما يصيرش اهتزازات ويصير ضغط كبير في المواسير وتؤدي لتهالك المواسير، فأنا بفضل إن ناخذها عند قطر أكبر. فبنشوف القطر اللي بعده، فكانت إيش تقاطعت مع إيش؟ مع 100 ملي متر، فباخذ قطر 100 ملي متر، أنا وجهة نظري أفضل من ما آخذ 80. لكن لو أنت أخذت 80 كويس، لكن هبوط الضغط فيها قوي اللي هو عبارة عن 500، فأنا أمان إلي لحالي أن لو أخذتها 80 بصير القطر، لأنه ما قلطش الخط، يعني ممكن أقل من 500 بشوية. لكن أنا لو أنا بدي أصمم مهندس، أنا أخذ القطر عندي 80 وريح حالي من هالقصة، أمان أكثر، صحيح تكلفة أكثر، لكن بكون عندي أمان أكثر، لأنه الضغط هبوط الضغط الكبير بأدي إلى إيش؟ تآكل في المواسير واهتزازات، وهذا بايش بضر الشبكه. فعندي باخذ انا عندي 100 ملي متر بكون عندي اضمن، لكن انت لو حطيت 80 صح 100%، ما حدش بيقدر يقول لك غلط، واضح؟ فانا باخذ اللي حاط في الكتاب 80، حاطط ايش الهبوط عندي 500. نيجي عندي على اللي معطيني 30 كيلو جرام، انا 10 20 30، هاي ال 30 بدي اشوف بتقاطع مع مين. هاي ال 30 فعندي تقاطع مع ايش؟ ال 125، هاي فتقاطع مع ال 125 في النقطة هذه، فأنا بختار القطر 125 عندي. وممكن لو أنا بدي أمان أكثر ممكن اختار القطر 150، هيو عشان ابعد عن الضغط العالي، لكن انا لا، ال 125 مريحه لانه هبوط الضغط عندي نشوفه قديش بيطلع عندي اقل من ايش 400. طب والسرعه عندي قديش؟ هيها وقعت بين 2 وبين 2.5، فتقريبا 2.3 السرعه عندي. خليني أرجع أنا للسؤال أشوف قديش هو اختارها. اختار زي ما اخترنا 125، هبوط الضغط أقل من 400 اللي هو 360، وكانت السرعة عندي قلنا بين 2 و2.5، فكانت السرعة 2.3. فهيو يا شباب بالنسبة للرسمة كتير مهم تعرفوا تستخدموها، وهنا مش شرط يعطيك ايش حشتين عشان الاقي النقطة، انا اعطاني معدل سريان وبتبع دايما بختار القديش عندي بتلاقى مع اي قطر قبل الـ500 هو اللي انا بستخدمه معي. بقول عند درجة حرارة 75، هذا في حالة هذيك ماء بارد، هذا في حالة ماء ساخن،
فكانت ايش عندي القطر 32 و80 و125، لكن هبوط الضغط عندي اختلف، وهذه والسرعة طلعت نفس الاشي. لاحظ ان هبوط الضغط ينخفض بنسبة 10% عن هبوط الضغط. هذه بجيبها من ايش؟ من خريطة تانية، الخريطة اللي عندنا للماء البارد. انت بتروح في خريطة في الكتاب اعتقد، ممكن تكون نشوف موجودة الخريطة للماء الساخن. هذه الخريطة اللي احنا بنستخدمها للماء البارد. المفروض يكون في خريطة تانية للماء الساخن. هيو معدل السريان، خريطة هبوط الضغط نتيجة الاحتكاك في أنابيب الحديد الأسود للماء البارد. هيو الماء البارد. الماء الساخن المفروض له خريطة تانية، أنا مش معطيني إياها في هذا. هيو درجة الحرارة 7.5 درجة مئوية. الماء الساخن بعرفش موجودة ولا لا، حيكون في خريطة زي هيك. كل القيم حتطلع نفس الاشي استثناء هبوط الضغط في الماء الساخن. ايش بقل قديش؟ تقريبا ينخفض بنسبة 10%. يعني لو انا شفت هبوط الضغط قسمت 342 على 380 حلقة 90%، يعني هبطت ايش 10%. وهذا ممكن يجي سؤال اختيار من متعدد. طيب الحين انا عندي تصميم شبكات. يعني لو انا في عندي شبكة كبيرة وبدي اعمل لها تصميم، فاول حاجة في عندي بالنسبة للأنظمة الكبيرة نجعل السرعة لا تزيد عن 2.4 متر لكل ثانية، زي ما فرجناكم في خريطة هبوط الضغط. وهبوط الضغط لا يتعدى 500 باسكال، زي ما انتم شفتوا الخط المتقطع على الخريطه ما يتعداش لل 500. بالنسبه للانظمه الصغيره نجعل السرعه في حدود 1.2 متر لكل ثانيه، ما يتجاوزهاش. لكن احنا لما بنشتغل الانظمه الكبيره زي ما اشتغلنا قبل شويه، كان حاطط لك الخط على 2.4 متر لكل ثانيه، والخط المتقطع اللي ما يتجاوزوش 500 باسكال لكل متر، ما تجاوزش ال 500 باسكال. طيب الحين في عندي انا دراسة حالة نوضح لكم اياها بس كيف على السريع، وبعدين انتم ايش بتكملوها لحالكم. هاي عندنا شبكة مياه، هاي المياه عندي بتيجي من هان، في عندي صمام بوابي، في عندك ايش في معطيك الصمامات الفالف قبل هذه الوحدة، وإيش الفرق بين الصمام البوابي وصمام كروي، ولإيش كل واحد بيستخدم. أعتقد في واحد بخفض الفلوريت، وأعتقد في واحد بعيد بالاتجاه. فأنتم بتدرسون موجودات عندكم فوق الصمامات. أنا عندنا مضخة، أنا صمام كروي، قديش المضخة بتضخ؟ 40 كيلو جرام لكل ثانية. عندي 40 كيلو جرام لكل ثانية. طيب الأربعين بروح 25 منهن وين؟ في الخط هنا كيلو جرام لكل ثانية، وبيجي عندي 15 عندي كيلو جرام لكل ثانية في الخط هذا. أنا في صمام كروي وهنا في عندي صمام كروي. الحين ال 25 كيلو جرام لكل ثانية بتوزع عندي 10 هنا وهنا بيجي ايش 15، ماشي، والعشرة هنا بيجي ايش عندي في الخطوط هان. أنا بهمني الأطوال، أنا معطيني 60 متر، هنا 30 متر، وهنا 90 متر. أنتم بتحكوا على شبكة إيش؟ نظام كبير، لأنه أمتار كبيرة 90 متر و30، وهنا عندي 60 متر. هذه الأطوال بتهمني. طب ما دام قال لي 60 معناته برضه هذا 60، السي دي 60، ومعناته البي إي 60، ومعناته من هان لهان 60. طب من هان لهان قديش عندي؟ 90. الحين الصمام الكروي والبوابي انا برجع على خريطة هبوط الضغط وبأوجد ايش بالنسبة ايش قديش بطلع عندي ايش الهبوط الضغط من الايش الخريطة اللي شفناها قبل شوية.
أنا بقول لك هذا الشكل عشان نعرف، أنبوب مائي بارد عند درجة 7.5 درجة من الحديد الأسود متوسط المرتبة، معطينا هذه إيش اللي بيكون مكتوب على الحديد الرقم هذا. المطلوب حساب مقاسات أقطار الأنبوبة في كل جزء من الدائرة. 2، هبوط الضغط الكلي نتيجة الاحتكاك لأطول مسار للنظام. 3، الارتفاع المانومتري المطلوب للمضخة. أنا بجمع هبوط الضغط وبعمل وبقسمه وبوجده بالمتر ووتر وبشوف قديش الارتفاع، بعدين القدرة المائية للمضخة والقدرة الفرملية لها إذا علمت أن كفاءة المضخة 60%. طبعا هذا سؤال كتير مهم لكن طويل شوية. طيب، باستخدام خريطة هبوط الضغط للأنابيب، فعندي هتطلع كل جزء من الدائرة. عندي الـ E F A B، نطلع الـ E F A B. الـ E هيو بدي أمشي هيك لأنه اتجاه المية هيك. E F A B، أيوة. إذا إيش الـ E هيو E، نعطيكم إيش إشارة، هاي الـ E الـ E F A B، واضح؟ هذه الدائرة بدي أشوف قديش فيها هبوط الضغط. E F A B، هذه الدائرة فيها إيش؟ فيها صمامين كرويين، صمام بوابي وصمام كروي، وفي عندي مضخة. طيب شفتوها، طب لو بدنا نحسب طولها قديش؟ هتكون 90 زائد قديش عندي؟ 60 زائد 90. إذا نحسبها 90 و90 180 زائد 60 قديش بطلع عندي؟ 240. إذا الحلقة الأولى اللي أنا بدي أدرسها طولها 240. قديش في معدل ايش السريان عندي؟ هيو عشان بس افرجيكم اياها كيف حسبها. الاي اف هيو الاي اف اي بي، قديش عندي الطول؟ 240. شايفين 240 فيه. كيف حسبناها؟ زي ما فرجيتكم قبل شوية. نيجي الحين احنا قديش بدخلها ايش معدل سريان؟ 40 بخشها، هيو 40 كيلو جرام بيجي من هال. أنا بدخلش بي سي ليش؟ لأنه معدل السريان مختلف، أنا هشتغل على إي أف أي بي، معدل السريان 40 كيلو جرام، فبدي أروح عن طريق الخريطة أوجد قديش عندي بطلع عند ال 40 كيلو جرام، قديش لكل ثانية، قديش القطر والسرعة وهبوط الضغط، فبدي أرجع للخريطة تبعتنا أعمل لها إيش؟ شير. هاي الخريطة تبعتنا عند 40، بدي أشوف عند 40 قديش بطلع. وين الـ40؟ هاي عندي 10 20 30 40، فبدي أروح أنا إيش زي ما حكينا بدنا نمشي. وين تقاطع؟ أيوة تقاطع عند القطر 150، هاي 150. أنا لازم الخط هذا المتقطع ما أفطوش، لا أفط السرعة 2.4، الخط المتقطع جاي عند سرعة 2.4 ما أفطوش، وال 500 بسكال لكل متر ما أفطوش. فعندي أي قطر أنا بيتقاطع مع ال 30 قبل الهان، لو أنا بدي أمشي على اللي بعده حيطلع إيش؟ مع ال 100 125، حيطلع عندي هبوط الضغط أكثر من الخط المتقطع 500 وإشي أو 600 أو 700. إذا أنا بدي ألتزم بالخط اللي عندي اللي إحنا شايفينه. هاي خليني أوضح الخط، هاي الخط عندي هبوط الضغط أيو شايفينه، بدي أفرجيكم إياه بالإيش بال، هاي هبوط الضغط، هاي الخط، هذا الخط المتقطع مهم، لازم ما تجاوزش السرعة 2.4 وما تجاوزش إيش ال 500 بس كان لكل متر.
هذه شروط الصرف. فدائما لما باخذ اي قطر باخذه قبل الخط المتقطع مباشره، اي خط يتقاطع معاه قبل متباشره مباشره. هاي قلنا 10، هاي 20، 30، هاي 40، مسكنا خط فطلع تقاطع مع الخط ايش، وبروح بقرا القطر عندي 100 150 مليمتر القطر. نكمل حل السؤال، هاي 150، فبروح انا بدي اشوف هبوط الضغط عندي قديش عشان حتلزمني في الحساب، فطلعت عندي ايش، هاي هبوط الضغط بعرفش قديش وحسبها عنده، هاي 100 200 300، اقل من 300، وبروح بوجد السرعة عندي قديش، هاي السرعة بين ايش، بين الاثنين والاثنين ونص، بين الاثنين والاثنين ونص. هاي نفرجيكو بس نخلي الشحن، هاي عندي هي بين الاثنين، انا السرعة 2 وانا 2.5، اجا بين الاثنين واثنين ونص، وهبوط الضغط هيو ايش، وين اجا قبل ايش ال 300، انا 100 200 300. فبنروح نشوف ايش هو حسبها في السؤال، فبدنا نعمل شير للكتاب. فعندي هيو ال 40 اخذ القطر 150 زي ما احنا حكينا لكم، او زي ما لقيناها في ايش، والسرعه قلنا بين ايش الاثنين والاثنين ونص، هبوط الضغط قلنا اقل من 300، فاخذوا هنا عندنا 260. الحين بروح على ايش، الوصله على بي سي. بي سي قديش عندي انا معدل السريان؟ اي بي سي قديش عندي؟ 25 كيلو جرام لكل ثانية. فبدي اروح على الخريطة عند 25 اشوف قديش عندي، وحتبع نفس النظام اللي انا اوجدته على الخريطة، بروح عند 25 وبلاقي حوجد عند القطر انه 125 والسرعة 1.8 و240. وعند سي دي، هاي عند سي دي ايش بوجد عندي؟ هاي عند سي دي، سي دي قديش عندي؟ بخش في الهانة 15 كيلو جرام، وطولها السي دي قديش؟ 60 متر. بروح عند سي دي بوجدها عند 15، فبروح على الخريطة وين الخط اللي تقاطع قبل ال 500 هذا المتقطع، فبلاقي انه القطر عندي 100 والسرعة 101.5 وعندي هبوط الضغط 235. انا بديش اظن افرجكم على الخريطة، اعتقد تعلمتوا عليها كويس. وعندي البي اي 15، وين البي اي عندي؟ البي اي وين البي اي؟ هيو عندي 15، فبوجده عندي قديش بطلع عندي البي اي، بروح على 15 وبوجده اكيد حيطلع نفس الايش السي دي، لانه نفس والسي دي هنا السي دي اللي هي قديش معطيك اياها؟ 10. وين العشرة؟ هيها السي دي، هنا بقصد ايش السي دي تمشي لهان، مش السي دي هيك، السي دي هيك 15، لكن السي دي من الشقة الثانية هيو السي امشي للدي، فبتطلع عندي ايش 10. اذا انا لما اقول لي سي دي الاولى 15 بدي امشي هيك سي دي، لما يقول لي سي دي الثاني 10 فمعنى الكلام بدي امشي انا بالاتجاه ايش سي دي 10. بروح بطلع على الخريطة ايو اذا حابين نشوف عند العشرة قديش، ممكن نشوف نعيد على الخريطة ونشوف عندكم سي دي. بضل الدي اي 25. اذا انا اخذت معدل السريان اوتوماتيك بوجد القطر والسرعة وهبوط الضغط. الدي اي 25 نشوفها ايش على الخريطة، الدي اي هي قديش عندي؟ حيكون 25، لانه عندي حيتقابل ايش عندي الدي اي، حيتقابل 15 مع تتقابل مع العشرة، حيصير في الدي اي قديش عندي؟ 25. فبروح على 25
فبوجد ايش انا عندي قديش بطلع عند ال 25، حيطلع بالضبط نفس ال 25 اللي فوق، لانه عندي معدل السريان ايش نفسه بالضبط، معدل السريان نفسه بالضبط. فبطلع هبوط الضغط، وزي ما فرجيناكم على الخريطة كيف ممكن نختار. خلينا نجرب العشرة قديش تطلع عندي، نأكد لكم على موضوع الخريطة، نشوف العشرة عندي، نعمل شير للخريطة. هاي الخريطة، هاي عندي وين العشرة، بتتلاقى هبوط الضغط مع 100، وقلنا هاي وضحت الرؤية كويس اللي جينا عند هذه الرسمة. هاي العشرة هنا قلنا لما أنا بدي أمشي حيتقاطع عند 500، وقلت خطر، فهو إيش ما أخدش 80 زي الأول، أخد وين؟ أخد 100، التقاطع اللي قبل، لأنه 80 فيها خطر عند هبوط ضغط عالي. أنا نفرجيكم إياها هاي ها، فأخدش الإيش 80، لأنها بتيجي على 500 بالضبط وخطر، فراح أحسن أمان أخذ للمية. هاي القطر 100، التقاطع اللي بعدها، لأنه هذا التقاطع على الخط على 500، عشان أمان أكثر أخذ إيش 100 زي ما حكيت لكم قبل شوية، فأخذ 100، فراح بده يشوف السرعة قديش عندي السرعة. هاي السرعة عند 100، هاي السرعة بين الواحد إيش وواحد ونص تقريبا، مش عارف قديش معتبرها، يمكن واحد واثنين من عشرة. وبعدين ايش هبوط الضغط عندي، هيو عندي طلع 100، اكثر من 100 بشوية. نرجع للخريطة عندنا نشوف ايش عندنا، اخذ عند الايش العشرة، هيو عندي قديش عند العشرة، اخذ 100 وواحد واثنين من عشرة، وزي ما حكينا اكثر من 100، فطلع 150 هبوط الضغط عندي في هذه الأنابيب. الحين عشان يكمل السؤال وبروح بعمل إيش كل قطعة، هيو الـ EFAB قديش القطر أوجده في الهاد 150، معدل السريان 40، السرعة عندي 2.16، الطول المكافئ هذا بنعمل الطول المكافئ والتركيبات للصمامات، عندي الطول الكلي 240 حسبنا لكم إياها، هبوط الضغط 260. ماشي، الحين هو بضرب 260 في 240 وبوجدها هان. نيجي على الصمام البوابي في نفس الـ EFAB، كم صمام بوابي عندي؟ صمام بوابي واحد. هايو في الـ EFAB عندي صمام بوابي واحد، نفرجيكم الرسمة. الـ EFAB اللي اف اي بي في عندي صمام بواب وصمام كروي، فبروح على الخريطه بعرف القطر قديش عندي، ومن القطر والخريطه بجيبها ايش الصمام البوابي. قديش عندي القطر؟ القطر عندي 150 في الوصله هذه، فبروح على الصمام البوابي وبشوف الطول المكافئ عنده قديش. عدد التركيبات احيانا في المنطقه هذه بكون ايش عندي 2، هاي كوع قياسي عندي فيه 2، فبدي يضرب في الاثنين. الحين عدد تركيبات واحد صمام بوابي، افرجيكم عند 150 قديش الصمام البوابي الطول المكافئ. نرجع للخريطة تبعتنا الاولى اللي فيها الفيتنجز، هاي صمام بوابي، صمام بوابي وين؟ صمام بوابي مفتوح، القطر 150، القطر 150 فطلع عندي 2، هاي الرقم 2 طلع عندي 2، هاي اخترنا الصمام بوابي يكافئ 2، هايو صمام بوابي مفتوح يكافئ القطر عندي ايش 2، هايو طلع مع 150 القطر عندنا 2. لو صمام كروي قديش حيطلع عندي؟ صمام كروي
قديش عندي أنا معطينا صمام كروي 50 مع القطر إيش 150. طيب نرجع لرسمتنا لسؤالنا. هاي دراسة الحالة، هايو صمام الكرة ولقناه 50 وصمام بواب 2، والكوع القياسي قديش عندي الطول المكافئ 4.9 وعنده أكم كوع 2، فبطلع الطول الكلي فضرب 4.9 في 2 اللي هي 9.8. التي عندي واحدة فضرب في 4.9 فطلع عندي ايش 4.9. افرجيكم بالستيات والكواع، بقول لي كوع 2 في الوصله هذه، نشوف هالكوع 2 في الرسمه، هاي الكوع عندي كم كوع، هاي كوع وهاي كوع، هيها الاي اف اي بي، قلنا البي اي مش داخله لان انا معدل الصرعين مختلف، اذا ماخذ اول وصله الاي اف اي بي، في عندي كوعين، هاي كوع وهي كوع ماشي، وفي عندي صمام بوابي وعندي صمام كروي، اذا هو اشتغل على الكوعين، وكل كوع والصمامات انا بجيبها من ايش؟ من الجدول اللي شفناه قبل شويه. هاي الكوع قياسي وعندي التي فالحين هو بحكي لي في الرسمه انه اللي افرجيكم اياه انه التي بتاخذ نفس الكوع القياسي، افرجيكم اياها بس ايش بحكي لك في الجدول، خلينا نشوف الجدول، المفروض اخذنا الجدول لحاله عشان ما نضلناش. هاي التي هاي بقول لك بالنسبة للسريان المستقيم عبر التيات يستخدم نفس الكوع القياسي، هاي الكوع القياسي عند ايش 150 طلع 4.9، فاستخدم لايش للتي ايش 4.9، لكن لو كان جانبي لا بدي استخدم سريان جانبي بطلع عندي ايش 10.4. فالحين افرجيكم ايش يعني المقصود في السريان المستقيم باخذوا نفس التي، افرجيكم اياها بس الحين ايش سريان مستقيم. هيو وين عند التي؟ هاي التي، هاي عند التي، هنا في تي غيرها، هنا كواع، فالتي عندي هنا سريان مستقيم ما اخذش الجانبي لانه الجانبي بخش على البي اي، فاخذ ايش السريان المستقيم عنده، فبقول لك في التي سريان مستقيم بستخدم نفس الكوع، فهيو عندي ايش نفس الكوع اخذها 4.9 تي واحده، وهنا كوع قلنا لكم 2 ضربهن ايش الهان. الحين المجموع الطول عندي قديش؟ الطول المكافئ طلع عندي 306.7 لأنه ضرب 2 في 1 في 2، 50 في 1 ب 50، 4.9 في 2 9.8، 4.9 في 1 فطلع عندي الطول قديش أنا؟ هبوط الضغط 260 في هذا المجرى، فطلع عندي قديش هبوط الضغط في هذه التركيبة إي إف في هذه السريان إي إف إي بي، طلع عندي 79,742. من وين جاب ال 260؟ جابها من الجدول هذا اللي أوجدناه قبل شوية، هيو عند الوصلة هذه قديش هبوط الضغط 260، وفي باقي الوصلات بعمل زي نفس الإشي، بس بدي انتبه للطول، هنا جمعنا الطول لقيناه 240، فباقي الوصلات بعمل نفس الإشي عندي وبوجدهن ايش في عندي صمامات وكواع، فجمع لي هبوط الضغط عندي هيو
129572، فراح ايش حولها لايش لكيلو باسكال، فطلعت ايش قسم على 1000 فطلعت 129,006 ايش كيلو باسكال، حولها لبار فطلعت 1 بار و269 يعني 1,296. الحين ايش عند الارتفاع المنومتري قلنا قسم الايش على 1000 وقسم على 1000 وعجل كثافة المية وتسارع الجاذبية، فطلع عندي 12.96 متر. الحين القدرة الفرملية نعملها بالقانون هذه اللي هو كيو في دلتا بي على 746 اللي هي هنا الدبليو اتش في القوة المائية بده يطلعها، وهذه اسمها القوة الفرملية القدرة الفرملية. اول شيء القدرة المائية هيها بوجودها من القانون كيو في دلتا بي على 746 ماشي، والقدرة اللي هي الفرمالية للمضخة بالحصان هذه المهمة عندي اللي هي بتسوي القدرة المائية على ايش الكفاءة، معطيني الكفاءة 60 فعندنا وكيو معدل السريان، وهنا دلتا بي ارتفاع المانومتري للمضخة اللي اوجدناه هيو من هنا قسم على قلنا على 1000 الهبوط الضغط الكلي قسمه على 1000 وتسارع الجاذبية فطلع عندي 12.69 من 100 متر ووتر. هيو فراح ايش اوجد القدرة ايش الفرملية، القدرة المائية اللي هي طلعت 40 عندي اللي هو باخد اعلى هبوط ضغط اعلى معدل سريان 40 في ضرب ايش هاي القانون عندي 40 في دلتا بي هبوط الضغط عندي وهيو المقدار الكلي فقسموا على 1000 وعلى ايش 746 عشان يحصل عليها بالحصان مباشرة. قديش طلعت عندي 6.9 حصان ميكانيكي القوة المائية 6.9 حصان ميكانيكي. طيب هنا الدلتا بي عندي هبوط الضغط بالارتفاع المنومتري عشان هيك قسموا على 1000 واعتبر عجلة الجاذبية الأرضية 10 فطلع حان انت بتقدر تريح حالك تاخذ الايش بالمتر عندي بدل ما تقسم على 1000 وشي تاخذ الرقم هذا مباشرة بتحطه بدل دلتا بي وبتضرب في كيو بتقسمه على 746 بطلع عندك ايش اعتقد الجواب صحيح، او يا اما تاخذ هذا وتضرب في الأربعين وتقسمه على 1000 على 1000 وبطلع عندي 746 فطلع عندي ايش 6.9. الحين اخذ ال 6.9 وقسمها على الكفاءة فطلعت عندي القدرة الفرملية اللي انا بدي اياها 11.6 هورس باور. أنا شباب بدي أوضح بس نقطة مهمة بدي ألفت انتباهكم أنا صحيح فيها أخطاء. أنا الكيو عندي متر مكعب لكل ثانية، الكيو اللي معطيني إياه كيلو جرام متر مكعب كيلو جرام لكل ثانية، فعشان أحول الكيلو جرام تقريبا لتر، فعشان أحول من كيلو جرام إلى متر مكعب فبدي أقسم على 1000 لأنه الكيلو جرام لتر تقريبا عشان أتخيلها، فعشان احول من كيلو جرام من كيلو جرام على ثانيه الى متر مكعب على ثانيه لانه بدي اياه الكيو بالمتر مكعب على ثانيه عشان هيك قسم على 1000. خلص تلخبطوش وتحطوا ايش القيمه ايش القيمه هذه، انتوا خليكم في هبوط الضغط الكلي اللي هو هنا عندي بالمليمتر اعطاني اياه
اللي طلعوا هبوط الضغط اللي عندي طلعوا في الأول اللي هو 12900 129500 ايش واثنين هيو، باخذ الرقم هذا نفسه وبايش، وهو بالباسكال لانه حاطط لي الدلتا، بده الدلتا بي، الدلتا بي بالباسكال. هيو اخذ الرقم هذا الكلي دشرونه من ايش، من هذا الفرع. لما اوجد القدره الفرمليه ادخلوش الارتفاع المانومتري، اشتغلوا على ايش، على قديش هبوط الضغط الكلي عندي، فبضرب في 40 وقسموا على 1000. ليش قسموا على 1000؟ لانه عندي بده ايش، الكيو متر مكعب للثانيه، هو معطيني كيلو جرام للثانيه، فقسم على 1000 عشان يحولها متر مكعب لكل ثانيه، فطلع عندي 6.9 هورس باور. الحين القدره الفرمليه بوجدها ايش عندي، هي بقسم 6.9 على ايش 6 من 10، فبتطلع عندي القدره لهذه المضخه اللي بدي اياها تمشي هذه النظام في مواسير المياه التبريد البارد، الماء البارد، بدي 11.6 مع ايش، مع قديش 40 كيلو جرام لكل ثانيه، او ايش 40 من 1000 متر مكعب لكل ثانيه. هيك خلصنا من السؤال، وكثير مهم، صحيح طولنا عليكم لكن محاضره كثير مهمه. نتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله، وإلى اللقاء في محاضرة قادمة إن شاء الله.